الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان سؤال المسابقة متى نصلي صلاة الفجر؟ هل نصليها مباشرة بعد الأذان الأول أم بعد الأذان الثاني؟ ومتى نصلي ركعتي سنة الفجر؟ طبعا لا يصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ولأن جبريل عليه السلام هو الذي بيّن أوقات هذه الصلوات بأمر الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأذان الأول هو لا يترتب عليه شيء من الأحكام، والأذان الثاني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأذان الثاني يكون قد تبين الفجر الصادق. أما في أيامنا هذا، يعني من فضل الله، فإن وزارة الأوقاف أعطت أوامرها بأن إقامة الصلاة تكون بعد الأذان الثاني بثلاثون دقيقة، ويكون الله أعلم قد دخل وقت الفجر وبان الفجر الصادق. ولو صلى أحدهم بعد 20 دقيقة من الأذان الثاني لكان قد دخل الوقت الفجر الصادق، وتصلى سنة الفجر أيضا بعد دخول الوقت، أي بعد أن نرى الفجر الصادق. ويجب أن ينتبه الكثير، لأن هناك من يصلي مباشرة بعد الأذان الثاني، وهنا يكون الوقت ليلا. لذلك نسأل الله أن يتقبل منكم وأن تتحروا وقت الصلاة هذا، والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.